reflected in the screen. طيب عامة الويفر اكيتش زي ما قلت لكم هو ما هو الا عبارة عن حاجة بالظبط بيعمل نفس زي الهارتلي، بس انا فيه بستخدم تو كوادريتشرز ميكسرز بالشكل ده. فبالطريقة دي انا بقدر اجيكت الايمج بالظبط زي الهارتلي. فاحنا بس احنا ممكن مش هنتكلم بقى عليه هو اكتر، هنتكلم على الهارتلي، هناخده هو كاكزامبل للمشاكل اللي ممكن نشوفها في الـ في الايمج ريجكشن اركيتشرز. اوكي، ف قبل ما ابتدي انا بس هسال سؤال، هو ال90 لو احنا عايزين نعمل سيركت امبلمنتيشن ل90 ديجري في شيفت، 90 ديجري في شيفت، حد عنده اقتراح ليها ازاي نعرف نعملها كسيركت امبلمنتيشن؟ طيب أنا ممكن أقول لكم على طول، هي يعني هي أبسط حاجة، أبسط حاجة ممكن نعملها من عندي في الشيفت، إن إحنا لو جبنا لو باس فلتر زي آر سي بالشكل ده، وهاي باس برضه فلتر نفس الآر ونفس السي بالظبط، يعني هنا آر هنا سي، ونفس الآر هي حطيتها هنا ونفس السي حطيتها هنا، تمام. وده كان التو انبوتس بتوعي ودول التو اوتبوتس بتوعي، ده اوتبوت ده انبوت. وانا وظيفتي ان انا عايز، انا عندي مثلا نفترض ان عندي اي ان وكيو ان، او بلاش يعني كده هتلخبط الاي والكيو، كلمه الاي والكيو على اكس ان اكس ان واي ان، وعندي اكس اوت واي اوت. انا بالطريقه دي اقدر احصل على، لو دول لو كانوا مثلا فرق ما بينهم دلتا فاي، اقدر احصل على دلتا فاي بلس 90 ديجري في الشيفت. يعني قدرت اعمل في الشيفت شيفت في الشيفت ب 90 ديجري. ازاي انا قدرت اعمل حاجه زي كده؟ زي بالار سي والسي ار سيكشن زي كده. الار سي سيكشن ده كماجنتيود ريسبونس شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده لو باس فلتر. طب ده كماجنتيود، طب كفيز طبعا الاثنين ده فيرسس فريكونسي، كفيز شكله عامل ازاي؟ ال ار سي شكل السبيس بتاعه ان هو بيبتدي من الصفر، هو ريزيستور صح؟ بيبتدي من الصفر وبيقعد ينزل لحد ما يوصل للنيجاتيف باي على 2 بتاعت الكاباستور صح؟ طيب بالنسبه بقى لده، ده اللو باس فلتر اللي هو ال ار سي، ده اللو باس فلتر الأول أولاً. طب بالنسبة للهاي باس فلتر بتاعي المجدود ريسبونس بتاعه عامل ازاي؟ ليه شكله عامل كده؟ ده الهاي باس فلتر بتاعي كمجدود. طب بالنسبة للفيز يعني ليه بيبتدي من عند باي اوفر 2 وبيقعد ينزل لحد ما يوصل للصفر عند الفيري هاي فريكونسي؟ لو جينا بصينا على الفيز، فرق الفيز ما بينهم دائما ابدا هنلاقيه، لو افترضنا الاثنين ار سي هما اللي زي بعض بالظبط هنلاقيه دائما الفرق 90 ديجري، 90 ديجري بالشكل ده. فاقدر يعني لو انا اخد داخل لي تو سيجنالز هنا اكس ان واي اي واي ان، الاكس اوت والاي واي اوت من الار سي والسي ار فلتر دول، اقدر الفرق ما بينهم كفيز 90 ديجري. بس شايفين مشكله كبيره قوي، هي الامبليتيود مش ذا سيم. يعني الامبليتيود هنا بص، الامبليتيود هنا عامل ازاي والامبليتيود هنا عامل ازاي؟ فانا لو حبيت استخدم حاجه زي كده استخدمه امتى؟ ك 90 ديجري في الشيفت، يعني حاجه فريكونسي موديليشن مش امبليتيود موديليشن ممكن. ماشي اوكي، لو انا مش مهتم بالامبليتيود اصلا، بس انا نفترض ان انا عايز اعمل 90 ديجري في الشيفت ومهتم بالامبليتيود يكون ما فيهوش مشكله. ده نقطه تقاطع دي ولا بالظبط؟ بالظبط تمام، تمام جدا. يعني
بلاش الالوان دي. انا لو انا اشتغلت عند الفريكوانسي ده الاف ده الاوتبوت امبليتودز من هنا هتبقى قد بعض كامبليتود والانبوت والفيز فرق 90 ديجري في الشيفت صح. الفريكوانسي ده بيساوي ايه؟ 1 اوفر ار سي. ده الكت اوف بتاعي ده الكورنر فريكوانسي بتاع اللو باس فلتر او الهاي باس فلتر هو نفس الرقم بالظبط ار سي باي ار سي. فانا بالتالي ده ابروش ان انا اعمل بي 90 ديجري في الشيفت والاوتبوت هقدر اجارنتي ان هو 90 ديجري في الشيفت بس مشكلته واحده ان هو نارو باند ابروش. نارو باند ابروش ففي مشكله اخرى. ايه المشكله الاخرى؟ ان الاوتبوت فرق عن الانبوت قد ايه؟ امبليتيود 3 دي بي. يعني في لوسز يعني في لوسز لوسي ونارو باند ابروش. حلو. يعني نارو باند يعني انا في الاخر اقدر اعمل 90 ديجري في الشيفت بس عند 1 فريكوانسي او اقدر اعمل 90 ديجري في الشيفت في فيري نارو باند. يعني انا لو انا اشتغلت حوالين النقطه دي قوي حوالينها بشكل يعني الدلتا اف الموديليشن بتاعي صغير قوي انا اقدر اقول خلاص لا انا في الباند كلها انا عامل 90 ديجري في الشيفت. هي فعليا الرقم ده غلط مش صح. هو انا عامل 90 ديجري في الشيفت عند 1 فريكوانسي بس في الحقيقه او يعني هو انا اسف انا عامل 90 ديجري في الشيفت عند كل الفريكوانسيز الامبليتيود ايكوال عند 1 فريكوانسي بس عند 1 فريكوانسي بس. فبالتالي الفكره الار سي والسي ار فلتر ده اول طريقه بنعمل بيها 90 ديجري في الشيفت وهي اسهل طريقه وممكن نقول ان هي ذا موست كومن واي تو دو الفيس شيفت في حاله الايه النارو باند سيجنلز. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا افترض هديك ارقام. مثلا افترض ان انا عندي الاف اللي عايز اعمل عنده في شيفت 90 ديجري كان 2 جيج هرتز والدلتا اف او الدلتا اللي ده الباندوث يعني مثلا افترض معايا مثلا بايه 1 ميجا هرتز افترض معايا ارقام يعني. فوقتها ده صغير قوي بالنسبه لده. وقتها انا اقدر اعتبر نفسي ان انا شغال هنا بس مش شغال في حته تانية. فالابروش ده ينفع معايا. مشكلته الثانيه ان هو لوسي ان هو بيحصل عندي 93A بيحصل عندي سي دي بي لوسز في الامبليتيود. بس هي طريقه يعني هي كويسه والناس عامه بتستخدمها. طبعا انا لو انا كنت عايز اعمل وايد باند ابروش يعني في حاله ان انا السيجنال بتاعتي دلتا اف بالنسبه لاف اكبر كبيره وقتها بستخدم حاجه اسمها بولي فيس فلتر او مثلا في حاجه كوادشر فلترز بشكل ما بنستخدم بدل ريزيسترز بنستخدم ال او ممكن بنستخدم بدل ار سي واحده ده بنعتبره ده سيكشن واحد ممكن نحط سيكشنز كتير ورا بعض منها بنقدر نعمل نوايد بيها المنطقه اللي بيحصل فيها 90 ديجري في شيفت والامبليتود بثابت بنقدر نعمل حاجه زي كده بحاجه اسمها بولي فيس فلتر. بس ده كل الكلام ده مش هنتكلم عليه خالص بس ايه بس انت تبقى عارف ان هو موجود. البيزك كونسبت ان انت بتستخدم لو باس فلتر واي باس فلتر ودائما والاثنين ليهم نفس الكورنر فريكوانسي ودائما هتلاقي في فرق ما بينهم 90 ديجري في الشيفت في حاله ان هم كانوا ار سيز يعني. تمام. طيب مين الامبلمنتيشن ده؟ واضح قوي ان انا اصلا عشان احضر احصل على 90 ديجري في الشيفت دي صعبه جدا. دائما هيبقى عندي دلتا ثيتا هيبقى عندي ايرور وعندي ايبسون كماجنتيود ايرور صح. انا هنا بسيطه قوي ان انا عندي ماجنتيود ايرور نتيجه ايه؟ نتيجه الرول اوف ده. يعني عندي رول اوف هنا ورول اوف هنا يعني حاجه بتزيد وحاجه بتقل. فلو بالتالي وانا مش سنتر عند الاف دي انا وقتها بقى عندي ايبسون ايه عندي ماجنتيود ايرور صح. طب ممكن يبقى عندي دلتا فيس ايرور من هنا. ممكن لو افترضنا ان الار والسي دول مش زي بعض ومش زي دول لو افترضنا ان في ميس ماتش ما بينهم انا جيت امبلمنت الار اللو باس فلتر والهاي باس فلتر سيكشنز دول ما كانوش زي بعض فوقتها هيبقى عندي دلتا ثيتا برضه. فهل نقدر نحسب نتيجه الدلتا ثيتا والابسون دول هل قد ايه انا هعرف ريجكت الايمج دي؟ اقدر احسبها.
هي ما هتلاقوا موجود عندكم في الكتاب اللي هو بتاع رزفي. انا زي ما قلت لكم من اول يوم ان رزفي احنا ماشيين عليه, يعني احنا مش من ديفيد منه اي حاجه. فانا مش همشي على الديفيجن, بس هو الديفيجن بسيط قوي زي شبه بالظبط, يعني شبه الديفيجن اللي كان ممكن تعملوه في الاي كيو ميس ماتش. في حاله لو فاكرين الاي كيو ميس ماتش, وان احنا مشكله الاي كيو ميس ماتش في دايركت كونفرجن والديجريشن بتاع الاس ان ار اللي هو اتكلمنا عليه في اول محاضره النهارده. فهي دي شبهها بالظبط. وبنيجي نقول الايمج ريجكشن, بنعرف حاجه اسمها الايمج ريجكشن ريشيو. دي ايمج انتوا ممكن تبصوا على الديفيجن بتاعها ايه, بس انتوا مش مطالبين بيه. يعني انتوا هو في الاخر هو ماثيماتكس. يعني لو انا جيت اعمل ايمج ريجكشن ريشيو بحسبها ازاي؟ بحسب بتبقى عباره عن السيجنال بتاعتي, السيجنال اصلا قد ايه على الايمج بتاعتي قد ايه في الاوتبوت. ايدلي هي المفروض تساوي انفينيتي, ده في حاله الايمج بتساوي صفر ما فيش ايمج. بس هي دي مش ده ايدلي, بس هي في الحقيقه نتيجه ان الدلتا سيتا والابسلون دي بيطلع لي عندي فاينايت نمبر, عشان الدومينيتور ما بيساويش صفر نتيجه ان انا ما عرفتش اشيل الايمج بشكل نهائي. هيطلع لي حاجه بشبه ده, فهي يعني معتمده على الدلتا ثيتا بقد ايه والابسلون قد ايه. ممكن يعني مع بعض الابروكسيميشن, لو افترضنا ان الدلتا ثيتا صغيره والابسلون صغيره, ارقام صغيره, بنقدر ابروكسيميت الشكل ده الحاجه بشكل 4 على ابسلون سكوير بلس دلتا ثيتا سكوير. ده الايمج ريجكشن. هي في الاخر يعني الويت بتاع قد ايه ايرور في المجنيت وقد ايه ايرور في الفيز زي بعض نسبيا, والاثنين بيأثروا في الايمج ريجكشن. لو افترضنا ان انا عندي ابسون 10% معناها ان انا عندي ايرور في الامبليتود 10%. يعني الرقم ده, الرقم ده معناها ان الاي عندي مثلا بتساوي 1.1 للكيو, يعني الماجنيتيود بتاع الاي, الماجنيتيود دي الماجنيتيود اقوى من الكيو ب 10%. ده ايرور ب 10%, ده هيريزلت الاي ار اللي هو الايمج ريجكشن ريشيو ب 26 دي بي من الايكويشن دي بس. فده معناها ان انا لو افترضنا, طبعا الايمج ريجكشن ريشيو ما نتعامل معاه زي ما اتعاملت الاس ان ار. يعني هي في الاخر الايمج بالنسبه لي حاجه انا مش عايزها, فبالتالي هي نويز زي الاس ان ار بالظبط. فانا لو انا عايز الاس ان ار احسن اكتر من الرقم ده, يبقى اكيد انا مش هقدر استحمل امبليتيود ايرور بالشكل ده, صح؟ وكذلك الدلتا سيتا. لو افترضنا الدلتا سيتا عندي ب 10 ديجريز, هنلاقي الايمج ريجكشن ريشيو ب 21 دي بي. فبالتالي برضو الموديليشن سكيمز اللي بتستحمل الاس ان ار بالارقام اللي هي 20 دي بي وكده, ودي يعني حاجه زي الكيوب اس كي بتستحمل طبعا 20 دي بي, بس اكتر من كده ممكن تبقى عايز احسن. فوقتها لا, انا ما اقدرش استحمل الدلتا سيتا اكتر من الرقم ده. وطبعا ده زي ما نيجي نقول ايه, ده الايرور اللي جاي نتيجه, او النويز اللي جاي نتيجه الايمج بس. احنا لسه البادجت عندنا كاس ان ار سيجنال ترانزيشن, وده عشان كده ده اسم, ده حاجه عامه بندرج تحتيها انا قد ايه عندي نويز اصلا من السيركس, قد ايه عندي انترفيررز اصلا, بلوكرز ما عرفتش اجكتها, قد ايه عندي انترميديليشنز. فاكرين الاي ام اي ام 3 اللي كنا بنتكلم عليها, هي قد ايه عندي من الاي ام 3 دي بتاثر عليا, قد ايه عندي ايمج انا ما عرفتش اشيلها. كل ده في الاخر بيندرج تحت, كل ده بنقعد نجمعهم ونحسب على رقم اس ان ار معين, ومفروض نعديه عشان نعرف نريسيف مثلا موديليشن سكيم معين ببيت ريت مثلا 10 نيجاتيف 12 او البيت ريت 3 10 نيجاتيف 3 على حسب ايه نوع ايه رقم بيت ريت اللي احنا عايزينه. طيب فدي في حد ذاتها وضحت لنا اصلا ليه انا ما اقدرش اشتغل هنا وايد باند. ليه؟ عشان لو شغلت وايد باند هيبقى في جزء من السيجنال بتاعتي شايفه امبليتيود ايرور كبير, واول ما تشوف امبليتيود ايرور كبير هيحصل ايه, ان الايمج مش هتتشال. يبقى عندنا ابسل ما
مظبوط. فعندنا ايه IRR، فوقتها انا مش هقدر اشيل ايمج. فعشان كده الابروش ده، الابروش بتاع الار سي فلتر او الار سي والسي ار فلتر، هو النارو باند. في حاله ان انا عندي الامبليتيود ايرور لا يتعدى، يعني الباندوس بتاعي لا هيخلي الاي دي الابسون دي لا تتعدى رقم معين، والدلتا سي تلات على رقم معين. طب الدلتا سي تيجي نتيجه المس ماتشز ما بين الار والسي. في اي سؤال في الحته دي؟ طب انا هسأل سؤال. احنا هنا يعني خلاص احنا خلاص خلصنا جزء الايمج ريجكشن ريشيو قد ايه، ودي نتيجه المس ماتش ما بين الاي والكيو في terms of فيز وامبليتيود، والرقم في الاخر معتمد عليهم هي في الاخر كابروكسيميشن 4 على ايبسيلون سكوير بلس دلتا سيتا سكوير للايمج ريجكشن. لا ابن ابروكسيميشن، بس هنا طلعت في الاخر اي اف سيجنال بس، صح؟ طب انا لو انا افترضنا ان انا بستقبل كيو بي اس كي، انا محتاج اي كيو، صح؟ انا هضطر اعمل ايه تاني؟ لازم اعمل ايه؟ اي كيو جنريشن تاني بعد كده. بالظبط بالظبط، بس عشان بس نخلي الشكل كومبليت يعني. ففي الاخر انا لما اجي استخدم حاجه زي كده، هي فعليا هضطر اجي اعمل ايه؟ يبقى عندي كوزين، هضرب في كوزين الاول وساين زي ما اتفقنا. بعد كده طبعا في لو باس فلتر عشان بس ايه ما ننساهوش. بعد كده هدي 90 ديجري في الشيفت هنا مثلا واجمع. انا هنا قدرت اشيل ايمج، هنا قدرت اشيل ايمج، المفروض قدرت اشيلها. بعد كده هبتدي عشان اضرب بقى في ال او الاخير، بقى ال او الاخير اللي هو قد الاي اف، وطلع من هنا الاي والكيو. يعني هنا كوزاي مثلا وهنا صاير. تمام، لازم اعمل الخطوه دي في الاخر عشان اطلع الاي والكيو. طيب هنا بقى بيجي نقول هو ليه الاي اللو اي اف طلع نتيجه ان انا محتاج لازم اعمل حاجه زي كده عشان اطلع في الاخر اي والكيو. لازم اجمع وبعد كده اضرب في كوزاين واضرب في ساين واخد كيو. فبالتالي انا محتاج ميكسينج هنا وميكسينج هنا وال او وال او. فانا لو انا عايز يعني اقلل الباور هضطر اعمل ايه؟ الاي اف اللي هنا ده هقعد اصغره عشان اقدر اسيف باور في الميكسينج ستيج الثانيه وال او الثاني. فنلاقي ان احنا لما نقلل الاي اف لدرجه ما، ممكن نقدر نخلي الجزء اللي ده كله يحصل في الديجيتال. يعني ان انا اعمل 90 ديجري في الشيفت، وان انا اجمع، وان انا بعد كده بعد ما اجمع افرقهم تاني واضرب في كوزاين واضرب في ساين واخد الاي وكيو. كل ده يحصل في الديجيتال، وكل اللي انا اعمله بس احط هنا اي دي سيز. انتوا متخيلين يعني وده عامه الناس بتعمله حاليا. هو الاول عندي دول ار اف ميكسرز بتاعتي، بطلع هنا اي كيو، بس الاي كيو دول عند اي اف. الاي اف دي سمول. ليه انا عملت مينتين للاي اف السمول دي؟ عشان لسه عايز ريجكت الايمج. انا لو انا رحت على الصفر اصلا مبقاش فيه ايمج، انا لسه عايز ريجكت الايمج ومش عايز اشوف المشاكل اللي هي مشاكل الدايركت كونفرجن اللي فيها الاو ليكج والفليكر نويز. فانا لسه عند اي اف، بس اي اف صغير، فاي اف صغير مخلي لي سيجنال هنا لسه يعني الباند بتاعها صغير مش كبير، فاقدر اروح مسامبلها كلها باي دي سي او احولها كلها ديجيتال باي دي سي. وبعد ما احولها ديجيتال اروح مدي بقى 90 ديجري في الشيفت ديجيتال بقى وايز، بجمع بعد كده اجي افرق تاني واروح ضارب في الساين والكوزاين واخد الاي وكيو. بس ده كل ده حصل فين؟ حصل في ديجيتال دومين عندي، ويبقى الجزء الار اف بتاعي بس هو الميكسر هنا.
فانا عشان اصلا انيبل حاجه زي كده ابروش زي ده لازم يبقى عندي هنا لو اي اف لازم، عشان انا لو عندي هاي اي اف الاي دي سي ريكويرمنت ده هيبقى عالي قوي، هيبقى انا عايز سبيد من الاي دي سي كبيره قوي، عشان انا في الاخر انا عايز اسامبل كل حاجه، عايز اسامبل الكارير بتاعي، الكارير اللي هو او مش كارير اللي هنا بقى، الكارير اللي هنا الاي اف اللي انا عايز اسامبله، عايز اسامبله على الاقل بضعف الفريكوانسي بتاع الاف الاي اف هنا. فبالتالي الاي دي سي ده عشان ما يبقاش الريكويرمنت بتاعته كبيره قوي لازم اخلي الاي اف دي اقل حاجه ممكنه. ايه الاقل حاجه ممكنه الاي اف دي؟ ان هي تبقى ضعف البند بتاعي عشان السيجنال ما تبص، واسامبله وفي الاخر اخد اشتغل بقى في الديجيتال، اخد الكلام ده في الديجيتال. طب انا كده عملت ايه؟ انا عملت برضو الايمج ريجكشن، بس انا مبدئيا الايمج ريجكشن اللي انا عملته في الديجيتال. فبالتالي لو كان عندي اي امبليتيود او فيز مس ماتش ال 90 دي في ايديا خلاص، كل حاجه ديجيتال اقدر اغيرها واقدر اعمل اللي انا عايزه كله. ده رقم واحد. وقدرت بعد كده اميكس تاني في كوزاين وساين وطلع الاي كيو. بس في ميزه كبيره قوي في الواي اف، ايه هي؟ ان انا بقاش عندي ليكج ال او ليكج او بروبلم يعني، ولا عندي مشكله الفليكر نويز. ليه ما عنديش الاثنين دول؟ عشان انا اصلا سيجنال ما نزلتهاش عند الصفر لسه، اصل لسه عند فريكوانسي عالي شويه بس مش عالي للدرجه يعني. مثلا لو البانس بتاعي 1 ميجا انا نزلت عند 2 ميجا، فاعلى من الكورنر فريكوانسي بتاع الفليكر نويز، واقدر اسامبلها وما عنديش مشكله دي سي عشان السيجنال نفسها مش عند الدي سي اصلا. فاهمني؟ ففكره ان انا قدرت اعمل ايمج ريجكشن بالطريقه دي هي كويسه، بس انا لازم محتاج ستيج بعد كده اعرف احسب منها على الاي والكيو، وهنلاقيها ان هي هتبقى مكلفه بالذات لو استخدمت ويفر. انتوا خدين بالكم انا بس عايز اي كيو ميكسنج واحد وبعد كده اثنين وبعد كده ثلاثه، بس 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 ده في ميزه كبيره، هي الميزه بتاعت الويفر ان انا ما عنديش 90 ديجري في شيفت هنا صح. فبالتالي اقدر اتعامل مع وايد باند وايد باند سيجنالز بشكل مريح عن الويفر، لو عن الاركتشر اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ايه، اللي هو فيه الار سي والسي ار، اللي هو فيه 90 ديجري في شيفت بشكل ده. في سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه؟ هو في الويفر كده في سكند ايمج ولا الميكسر الثاني دي مش المفروض يبقى سكند ايمج؟ بص انا مش متاكد من اجابه السؤال، هو انا متخيل ان المفروض يكون ممكن يبقى لي سكند ايمج، بس ممكن يكون هو انهيرنتلي بيريجكت كمان سكند ايمج، بس انا محتاج اتاكد لك من المعلومه دي يعني. او انا يعني هي اكيد موجوده في التكست بوك، انا بص عليها واقول لك المره الجايه موضوع سكند ايمج. ممكن يكون ستيل فيه يعني. هو عامة الويفر اركتشر هو المنتشر بشكل أكبر من الويفر الهارتلي اركتشر اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، اللي هو ده ممكن يكون مشكلة برضه في الأكاديميش، بس أنا محتاج أتأكد منها. تمام. طب في سؤال تاني؟ هو غالبا بيبقى فيه سكند دامج، بس بيبقى عشان في نزل عند فريكونس قليله فبيقدر يعمل شارب فلتر اكتر، فبيبقى حكايه السكند دامج بيقدر يدين معاها شويه يعني. تمام. الاي اف تايم بيبقى صغير فبيقدر يعمل شارب فلتر بعديه قبليه يقدر يكون عامل ديجريديشن للايمج يعني. تمام. يعني في برضه سكت الايمج بس في الاخر بيفلترها يعني. طب في سؤال تاني؟
طيب او عامه يعني لو مفيش سؤال انا ممكن بس الخص بس بسرعه اللي احنا اتكلمنا فيه حتى بال يعني اقوله بس مش لازم اكتبه. ان احنا اول حاجه اتكلمنا عليها في الاركتشرز الهيتروداين سيفر اللي هو بنزل في الاخر على 2 ستيبس مثلا او 3 ستيبس على حسب مستو كبيره ان انا بعرف اعمل بيس سيلكتيفيتي احسن بعد احط فيه فلترز بشكل احسن شويه. لازم طبعا نريجكت او نسلكت الباند نفسها قبل ما ندخل على اللي نفسه عشان اللي نفسه الريكوير بتاعته تبقى احسن شويه في من حيث البلوكرز وحيث الانترميديوليشن بتاعه يعني الاي ام بتاعه اي ام 3 مثلا بتاعه يبقى ريلاكسد شويه. وبعد كده بقدر بحضر احط بعديه ايمج ريجكشن فلتر وشانل سيلكشن فلتر بعديه. مشكلته كبيره في الايمج ولازم عشان اعرف اعمل ايمج ريجكشن انا محتاج اخلي الاي اف بتاعي كبير شويه. وبعد كده اتكلمنا على الدايركت ديتكشن اللي هو ما فيهوش مشكله ايمج بس في مشاكل الدي سي اوفست نتيجه اللو ليكج ومشاكل الفليكر نويز. فهو مش مستخدم قوي في اللو باندويث ريسيفرز عامه عشان مشاكل زي ما قلت لكم النويز وقتها هتبقى عاليه جدا مش هتستحملها يعني وممكن تعمل نويز احسن بكتير لو ما استخدمتش الدايركت كونفرجن دايركت الفليكر. بعد كده اتكلمنا على الايمج ريجكشن اللي هو فيه نوعين نوع الهارتلي ونوع الويفر وان هو طبعا نتيجه ان الاي كيو مس ماتش انا ما اقدرش احصل على ايمج ريجكشن بشكل 100% في فاينايت ايمج ريجكشن. وممكن استخدم الايمج ريجكشن فلترز ايمج ريجكشن ريسيفرز دول مع بلو اي اف الاي اف بتاعي بيبقى متغير بقدر اخد كل المكاسب بتاع دايركت كونفرجن اللي هي فكره الايه فكره ان هو لو باور لو باور فكره الفريكوينسي مثلا بلاننج بيبقى بسيط عشان انا في الاغلب بعمل اي دي سي بعد كده يعني بحط في الاخر ال او 1 بقدر اجكت الايمج بشكل عشان لسه في اي اف وبعملها في الموست لايكلي في ديجيتال بس ما فيش بقى دي سي اوفست وما فيش فليكر نويز عندي. هم دول في الاخر الانواع اللي هي الاساسيه بتاعه الريسيفرز وموست لايكلي اي حاجه تانية انتوا هتشوفوها هي بتبقى طالعه من الانواع الاساسيه دي. الايمج ريجكشن ما ينفعش استخدمه مع الدايركت كونفرجن. الايمج ريجكشن هي في الاخر الايمج ريجكشن ده تكنيك صح؟ ما ينفعش استخدمه مع دايركت كونفرجن عشان دايركت كونفرجن مثلا عند الصفر هعمل ازاي ايمج ريجكشن؟ عشان انزل اعمل ايمج ريجكشن لازم انزل عند ال او لازم انا سوري انزل عند اي اف. بس الايمج ريجكشن ده تكنيك اعرف استخدمه على الهيترودايم او استخدمه على اللو اي اف تمام. فبس عشان بس انا ليه بقول لكم المعلومه دي عشان ما حدش يبقى متخيل ان الايمج ريجكشن ده نوع ملوش اي علاقه بالهيترودايم ملوش اي علاقه باللو اي اف. لا هما في الاخر دي تكنيكس ممكن استخدمها مع بعضها بس الايمج ما ينفعش استخدمها مع دايركت كونفرجن اكيد تمام. في أي سؤال؟ طب حد عنده أي سؤال في حاجة قديمة شوية نتكلم عليها؟ طب لو مفيش خلاص أنا كده يعني خلصنا النهاردة. انتوا ممكن تاخدوا يعني ان شاء الله يبقى في 2 سيكشنز على الريسيفرز. اول السيكشن بتاع بكره ان شاء الله تاخدوا فيه الهيترودايم عامه. وكان في حاجه احنا ما اتكلمناش عليها قوي بس عشان هي مش حاجه يعني اكسبليسيت قوي نتكلم عليها. هي فكره ان الهيترودايم انا ممكن فكره ان في تو ميكسرز صح. لو سوبر هيترودايم بيبقى عباره عن تو ميكسرز هنا انا ممكن التو الاوز دول اجنريتهم من فريكوانسي واحد ادخل فريكوانسي هنا وادفايده مثلا على اثنين وادخله هنا وهكذا. ده بنسميه سلايدنج اي اف يعني بيبقى ليه اسم تاني زياده يعني اسمه سلايدنج اي اف بس هو تيرباين هو سوبر تيرباين ريسيفر. فهتلاقوا شيت في الجزئيه دي
وان شاء الله السكشن الاسبوع اللي بعدها يبقى فيه جزء الايمج ريجكشن ان شاء الله. تمام، اي سؤال قبل ما نقفل النهارده؟ شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نتقابل.